قبل ما نبدأ معانا على التليفون طبعا الكابتن إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي على التليفون. بنقول لك ألف ألف مبروك. احنا قلنا في مفاجأة هنا في البيت الكبير إن قناة النادي الأهلي بتفوز بجائزة أفضل قناة رياضية على مستوى الفضائيات العربية. ده النهاردة كان موجود تكريم مهرجان الفضائيات العربية وفوز قناة النادي الأهلي بأفضل قناة رياضية عربية. بنقول جماهير النادي الأهلي كلها ألف مبروك، وخاصة طبعا إيهاب الخطيب المسؤول عن القناة ورئيس القناة وكل واحد اشتغل في هذه المنظومة الكبيرة جدا جدا. قناة النادي الأهلي بتفوز بجائزة كبيرة جدا. بنقول لإيهاب الخطيب ألف مبروك يا إيهاب، وإن شاء الله في تقدم مستمر. كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وتحياتي كابتن أسامة عراض، كابتن عادل، تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي. مبروك يا مبروك، مبروك مبروك علينا مبروك. كلنا مبروك علينا كلنا، مبروك على منظومة الأهلي، مبروك على منظومة قناة الأهلي، مبروك على منظومة شركة لايف اللي بتدير قناة الأهلي، الشركة الكبيرة العملاقة، الشركة الوطنية الكبيرة اللي عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا. والحقيقة الجائزة دي جائزة جماعية زي جائزة الفريق الجماعي، لأن كلنا في شركة لايف بنتعامل بشكل جماعي، وده نتيجة العمل الجماعي. مفيش حد بنخص بيه الجائزة دي مخصوص، لكن هي الجائزة دي تعبنا كلنا وشقانا كلنا ومجهودنا كلنا. والجائزة دي يمكن أول مرة قناة رياضية تدخل تاخد الأرقام الكبيرة جدا لاستبداد كان قوي جدا على مستوى الوطن العربي. مهرجان الفضائيات العربية النهارده كان بيكرم يعني نجوم كبيرة جدا جدا في مجال الفضائيات والرياضة والفضائيات، وبالتالي لما تكون قناة النادي الأهلي الأفضل عربيا ده لقب كبير جدا ومسؤولية كبيرة بنحطها على عاتقنا في المرحلة المقبلة. لسه بنقول اللي قناة الأهلي فيه وده من شركة لايف، لسه في أمور كتيرة جدا بفضل الله في المرحلة الجاية. لازم نوجه الشكر لإدارتنا العليا في شركة لايف، طبعا بخص كمان الأستاذ محمد كامل والأستاذ محمود عدلي. النهاردة الأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف هو اللي استلم الجايزة نيابة عننا كلنا وعن شركة لايف. مبروك لكل مشاهدي قناة الأهلي، مبروك للعاملين في قناة الأهلي، مبروك علينا كلنا صفحة ومن أول السطر، وإن شاء الله في انتظار أعمال أخرى وجوائز أخرى. مبروك علينا كلنا كابتن. ألف مبروك. وزي ما أنت قلت يا إيهاب، يمكن ده مجهود كبير جدا جدا، يعني من أكبر واحد في القناة لأصغر واحد، كله بيشوف شغله بشكل احترافي جدا، خلى الصورة متكاملة في شهور قليلة جدا بعد تطوير قناة النادي الأهلي. القناة اللي فازت النهاردة بجائزة وكان فيها الفوتنج على مستوى الجماهير كمان، وحصلت أعلى معدل من الأصوات. بنقول لك مبروك، بنقول للإدارة مبروك، وبنقول لجماهير النادي ألف مبروك. وجماهير النادي الأهلي كمان مستنية مزيد من البرامج ومزيد من التقدم، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن دايما يا إيهاب. إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن. واللي جاي فيه مفاجآت كتيرة جدا لجماهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية، في برامج جديدة وفي شغل كتير جدا. إن شاء الله شركة لايف حاطة خريطة طموحة جدا في المرحلة الجاية، إن شاء الله تمتع كل جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاداره وكل التوفيق ليك يا إيهاب، وكل التوفيق لكل من يعمل هنا في قناه النادي الاهلي. وباعتراف شخصي انا شايف كل الامور حتى من اصغر واحد لاكبر واحد كله بيتفانى في العمل لتقديم افضل صوره اعلاميه تليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي الكبير وبجماهير مصر كلها بغض النظر عن الانتماءات، لكن بنقدم صوره جيده للاعلام المصري. وان شاء الله المزيد والمفاجات والبرامج الجديده ان شاء الله. برضه يا كابتن طبعا فضل. نشكر اداره النادي الاهلي اللي دايما توفر لنا الشغل الجامد جوه النادي وشغل الفرقه وشغل الفريق والتفاعلات، ونجوم النادي الاهلي الكبار اللي بيظهروا على شاشه قناه الاهلي اللي طبعا بيخلونا دايما رقم واحد، لان دايما الاهلي رقم واحد وقناه الاهلي رقم واحد، وبفضل ربنا اللي جاي افضل ان شاء الله. واشكرك كابتن ان شاء الله. شكرا ليك إيهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا والف مبروك.